بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم تحت العنوان سي اس اس ميديا تايبس. المقصود بالميديا تايبس ديت سبب إن إحنا قلنا إن واحدة من ضمن أهم الخصائص بتاعت سي اس اس إني ممكن أصمم أكتر من ملف ستايلات وأربطه بصفحة ويب بيج واحدة. فحتى بنشوفها في المواقع اللي هو لما بتبتدي تقول لك غير لي السين بتاع القناه، بتبتدي تضغط على البوتون ده يروح مخلي لك الخلفيات والحاجات دي كلها تتغير بشكل تاني. ده اول جزء احنا هنحاول نحكي ان شاء الله باذن الله مع بعض في الميديا تايبز اللي هتمشي معانا تقريبا في اكتر من حلقه. النهارده هنتكلم عن ثلاث نقط على وجه الخصوص. اول نقطه بتكون عباره عن ازاي انا اربط ما بين يعني اربط صفحه ويب واحده بس باكتر من ملف ستايل شيت، بحيث ان كل ملف ستايل شيت يبقى فيه مثلا وصول مختلفه كان هما بيكملوا بعض، تمام؟ والامر كده كده كله بيرجع للديزاينر، تمام؟ رايت. انا عندي الملف الستايل اساسا بتاعي اللي انا كنت شغال عليه من اول التوتوريال كله اللي هو ملف الستايل دوت سي اس اس، ومديله خلفيه باك جراوند كولر لونها احمر، تمام؟ رايت. ورحت عامل ملف ثاني مسميته تيست دوت سي اس اس وحطيت فيه واسم بي، تمام؟ يبقى يعني عندي كده اثنين ملف ستايلات، اثنين ملف سي اس اس، وعندي صفحه اتش تي ام ال واحده بس وفيها كتبت باراجراف وكتبت نص اتش 1، تمام؟ ده اللي انا عملته. طيب انا كنت منوم السطر بتاع لينك ريل، انا منوم السطر بتاع الربط. طيب انا طيب جيت اصحيه، تمام؟ و كده لو عملت ريفرش ها هيتنفذ الحاجات الموجوده في السطر المربوط اللي هو ملف الستايل. ملف الستايل ما فيهوش غير الخلفيه بس. طيب خلونا نروح لملف ال HTML ونروح نعمل دوبليكيت للسطر ده ونقول له لا انا عايز اربط برضه الملف الثاني اللي هو دوست اللي هو تيست دوت سي اس اس، تمام؟ وده اللي فيه ستايل للبي بلون ازرق. ولو عملنا كنترول اس بقى ونروح نشوف الفرق هنلاقي ان البي اتطبقت بالفعل باللون الازرق. يبقى انا كده حاولت اربط ما بين في ملف HTML واحد واسمين او اسف ملفين سي اس اس، تمام؟ انا اي نعم ممكن اكون مش منظم في الترتيب، لكن انا اقصد اوري لك الطريقه اللي بتشتغل بيها القصه ديت. الديزاينرز ما بيميلوش ان هم يستخدموها بالطريقه اللي انا بعملها ديت، لا لا، ده بيميلوا بان هو يخصصوا كل جزء من اجزاء الموقع بستايلات لوحده. يعني زي ما هنعرف ان شاء الله باذن الله في التوتوريال الجاي اني انا عندي الموقع بيتكون مجموعه اجزاء. اول حاجه الهيدر، انا هروح احط كل الستايلات بتاعه الهيدر في ملف سي اس اس لوحده واسميه هيدر دوت سي اس اس. احط كل الستايلات في الفوتر، احط او عندي بيبقى في ملف سي اس اس بره اسمه جلوبال، ده اللي بيبقى فيه كل الستايلات العامه، الخطوط والكلام ده كله اللي بيمشي على كل المستند، وبيبتدي اربط بقى ما بين الحاجات اللي انا عايز ما بين الهيدر والفوتر والكلام ده، بحيث ان هم ما يحصلش اي تعارض ما بين الاثنين، تمام؟ ديت واحدة من ضمن الطرق اللي بيها كنت بقدر اربط ما بين ملفات ال سي اس اس والويب بيج تبعي، اوكي تمام. طيب خلونا نشوف طريقة تانية. انا نومت الاثنين دولت والمرة دي انا هكتب في الستايل. هشتغل على النقطة التانية بطريقة اسمها الات. ات اول نقطة فيها ات امبورت، والات رول ديت قاعدة من ضمن القواعد الكبيرة او القواعد اللي هي ليها اكتر من استخدام في السي اس اس. العلامة ات انا هستخدمها دلوقتي مع كلمة امبورت، تمام؟ وبعد ما بكتب اتو امبورت بحط ما بين دبل كوتيشنز الحاجة اللي انا عايز اعملها امبورتيشن. انا عايز اعمل امبورت دلوقتي لملف مين؟ لملف ستايل، الملف ستايل دوت سي اس اس اللي هو الملف الاساسي بتاعي. انا كده كده مش مربوط، او انا عملت كنترول اس ولوكت رحت بريفريش، مفيش ملف ستايلات مربوط معايا بملف الاتش تي ام ال تبعي، اوكي. طيب انا عايز ستايل او اربط ملف السي اس اس المين اللي هو انا قلت عليه ده اللي انا كنت شغال عليه من بدري، تمام؟ رحت عامل ايه؟ افنش الامر ورحت عامل كنترول اس، تمام؟ يبقى انا كده عملت امبورتيشن لملف السي اس اس داخل اهو. خد بالك ان انا كتبت الرول ات امبورت فين؟ كتبتها ما بين الوصم ستايل بدايه ونهايه، خد بالك من النقطه ديت، تمام؟ رحت عامل ريفرش هبتدي يطبق لي الوصول بتاعتي. طيب سي نفس الفكره بالظبط زي ما انا كنت بعمل دبليكيت، او ممكن اكرر القاعده لينك، انا ممكن اكرر برضو القاعده ات امبورت. انا عامل لها كنترول دي واروح اقول له لا المره دي انا مش عايز ده، انا عايز تيست.
دوت سي اس اس تمام. وتست ده اللي هو فيه البي اللي واخده اللون الازرق، فعملنا ريفرش هنلاقي البي شو اخدت اللون الازرق. يبقى دي طريقه تانيه ممكن اعمل بيها او اعمل بيها لينك ما بين ملف اونلي وان فايل من اتش تي ام ال واكتر من ستايل لملفات السي اس اس. رايت اوكي جميل. طيب خلونا نعمل تعارض. زي ما احنا كنا بنقول ان الفكره كلها كاسكيدنج، يعني ايه كلمه كاسكيدنج؟ سبق ان احنا شرحناها، يعني تتالي او اجبار حاجه انها تشتغل او كده. فالفكره كلها ماشيه كده، البراوزر لما بيجي يعمل ريندر للاكواد السي اس اس بيشوفها، لو كانت قيمه اتكررت بياخد لك على اخر قيمه هي كانت موجوده. يعني ايه الكلام انت بتقوله؟ طيب انا عملت كنترول مع بي، نسخت البي ده وكررته مره ثانيه ورحت اديته قيمه اقوى. جميل. يعني انا عندي في ملف الستايل هو مربوط كده كده اوريدي مربوط تمام، اديته قيمه بلو، بعدين رحت اديته قيمه اقوى. ها الكاسكيدنج تعمل لي ايه؟ ها نروح كده نشوف انهي القيمه اللي هتتاخد، القيمه الاقوى اللي اتاخدت. ها ان الكاسكيدنج معناها اجبار، فاخر قيمه هي بس اللي هتتجيلي. ده في الريندر بيمشي سطر بسطر، لاين باي لاين باي لاين، لغايه لما اوصل لاخر سطر لقيه في تعارض ينفذ لك اخر حاجه. ده الاصل في الكاسكيدنج او الاجبار لما انا اكون في اونلي سنجل فايل. طيب كنت بحل القصه ديت بعلامه جميله خالص اسمها امبورتنت، بحط علامه تعجب واقول له امبورتنت وبعمل كنترول اس. فكده بقى مين اللي هيحصل له الاجنور؟ انا كده بعمل كاسكيدنج للكاسكيدنج عشان ده اللي هو يبتدي يتنفذ. اي حاجه تاخد الاكسكلاميشن مارك امبورتنت، الصيغه ديت هي اللي هي اولويه التنفيذ، ديت اللي هتبقى ايه الهاي بريوريتي. فلو انا رحت كده هلاقيها اللون البلو وما حصلليش او عمل لي سكايب للكاسكيدنج، يبقى انا ممكن اعمل القصه ديت في الحاجات اللي بالنسبه لي تبقى مهمه جدا وانها تبقى في مقام اول. ها انا مش عايز لعب في الكلام، يعني حتى ممكن بعدين ابقى انسى واحط واكررها مره ثانيه، لا بس انا عايز القيمه ديت تبقى امبورتنت، ديت هاي برايورتي تمام. فلو اتكررت نفس القيمه هيعمل لها اجنور تماما، لان هي ديت اللي واخده الامبورتنت. الطريقه ديت بيستخدموها في، او ان شاء الله باذن الله ممكن نستخدمها يعني لو ربنا ادانا واياكم طول العمر واشتغلنا ديفلوبنج بقى على ايه؟ على نظام اداره محتوى عام وبنبرمجه من الصفر بالبي اتش بي وماي سيكول. ده بخصوص حلقة النهارده. سعيد جدا اني استقبل اسئله واستفسارات حضراتكم على مدار التوتوريال ديت، الحلقه ديت على مدار التوتوريال بالكامل. ان شاء الله باذن الله نتقابل الحلقه اللي جايه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.